مين المجموعة اللي احنا بنقفل بيها؟ هيدروكسي ميثايل جروب سي اتش 2 اس، ما قدامكش اختيار غير كده. طب تحت؟ قال لك تحت ده هي السكة المفتوحة اللي انت ممكن تحط فيها ذرات كربون زي ما انت عايز، وبرضه ما دام هنحط ذرات كربون يبقى ما قداميش غير حل واحد، ان ذرات الكربون تتشبع بـ OH من ناحية و H من الناحية التانية، أهو سي او اتش اتش سي او اتش اتش وهكذا. نفس الكلام افضل احط ذرات الكربون دي لحد امتى؟ قال انت اللي تقرر، وقت ما تحب تقفل المركب، وقت ما تحب انت عايز خمس ذرات ست ذرات سبع ذرات، هتروح جاي قافل لي في اخر مجموعه اللي هي هيدروكسي ميثايل جروب اللي هي سي اتش 2 او اتش. علشان كده لما طلعنا تعريف الكربوهيدرات عرفنا ان هو ايه؟ بولي هيدروكسي هيدروكسي الديهيد اور كيتون. بولي يعني اكتر من واحد يعني عديد، هيدروكسي يعني او اتش، اهو فعلا في بولي هيدروكسي في اكتر من او اتش، الديهيد اور كيتو. ده كان باختصار شديد الكلام اللي احنا شرحناه في الحصه اللي فاتت ومحتاجينه في حصتنا النهارده. علشان بقى احنا هنبدا النهارده نتكلم عن المونوساكرايد بكل انواعها. كل انواع المونوساكرايد كل رسوماتها هنرسمها مع بعض على السبوره في جدول واحد. الجدول ده مش هيبقى مطلوب منك في الامتحان، يعني مش هيجي يقول لك ارسم لي جلوكوز ولا هيجي يقول لك ارسم لي فركتوز ولا ارسم لي ريبوز ولا الكلام ده. بس طول ما احنا شغالين طول الشابتر الارابينوز مش عارف عامل ايه، المنوز ده الايبيمر بتاع مش عارف الجلوكوز، هتلاقي نفسك عمال تسمع في مصطلحات وتسمع في كلام. هنرسمهم مع بعض بمنتهى التفاهم ومنتهى السهوله، حضراتكم اللي هترسموها كمان. الجدول ده انت هتحفظه وانا هسالك فيه الحصه اللي جايه. وانت قاعد في مكانك كده اقول لك ارسم لي جلوكوز ارسم لي ريبوز، تمام؟ هو مش هيجي لك في الامتحان، بس لو انت فهمت الجدول انت مش هتذاكره اصلا، مش محتاج مذاكره. نفسك عرفت كل الفورمولات بتاعت الشابتر، هتلاقي نفسك الشابتر بعد كده بقى بالنسبه لك كلام فارغ. انا بعتبر ان الحصه بتاعت النهارده هي اساس شابتر الكربوهيدرات، اللي هتفهمنا الدنيا بعد كده ماشيه ازاي، تمام؟ مش هيبقى في مصطلح بعد كده او حاجه هناخدها تبقى غريبه على الكل. طيب المونوساكرايد لما جم يقسموها بقى، هو الكربوهيدرات او المونوساكرايد اللي هو عباره عن وان شوجر يونت او وحده سكريه واحده، في كام ذره كربوهيدرات؟ في ثلاثه ولا في اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه ولا ثمانيه ولا كام بالظبط؟ لما جم يحصروا المونوساكرايدز او الكربوهيدرات اللي بتخش في بناء الكائنات الحيه الليفنج اورجانيزم سواء بلانتس او انيمال، لقوا ان اللي قدامنا دول هم دول الكربوهيدرات الافيلابل او المتاحين بالنسبه لنا. ايه هم بقى؟ اصغر كربوهيدرات لقوه عندنا كان فيه ثلاث ذرات كربون، يبقى اللي بعده فيه كام ذره كربون؟ اربعه. اللي اكبر منه شويه فيه خمسه، اللي اكبر منه حبه فيه سته، واخر واحد عندنا هيبقى فيه سبع ذرات كربون. ما لقوش كربوهيدرات في الليفنج اورجانيزم هديها السبع، تمام؟ أو والله أي كربوهيدرات فيه ثلاث ذرات كربون هنقول عليه ترايوز. ترايوز يعني ثلاثي باللاتين، تمام؟ وأي كربوهيدرات فيه أربع ذرات كربون هنسميه تدروز يعني رباعي باللاتين، واللي فيه خمس ذرات كربون هنسميه بنتوز، واللي فيه ستة هكسوز، واخر حاجه اللي فيه سبع ذرات كربون هنسميه هيبتون. دي الكلاسيفيكيشن بتاعتنا على حسب عدد ذرات الكربون اللي داخله في تركيب المونوساكرايد، يا ثلاثة يا أربعة يا خمسة يا ستة يا سبعة. واحنا اتفقنا مع بعض ان الكربوهيدرات بصفة عامة او المونوساكرايد بتحتوي على كام اكتف جروب؟ كام واحدة؟ حاجه من اتنين، يا اما الديهيد اللي هي سي اتش او، يا اما كيتون جروب اللي هي سي دبل بوند او، صح؟ يبقى كل واحد من دول له احتمالين، في الالديهيد بتاعه وفي الكيتون بتاعه. نرسمهم مع بعض. بصوا يا جماعه، اول واحد فيه ثلاث ذرات كربون، صح؟ ادي الثلاث ذرات كربون، واحد اثنين ثلاثه. تيجي ترسم هترسم كده،
ولو في تون هيبقى في تنظيم الكربون برضو زي ما اتفقنا. ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. الالدهيد دايما بتكون انهي كربونة؟ الكربونة الاولى. واحنا اتفقنا ان اخر ذرة كربون غصب عني لازم تكون هيدروكسي ميثايل جروب سي اتش 2 او اتش. يبقى الاحتمال الاخير اللي فاضل لذرة الكربون اللي في النص ده يكون ايه؟ سي او اتش. واتش ده اسمه جليسرالدهايد. طب لو كان كيتون نس صارة الكيتون دي بتكون رقم اثنين لان اول واحدة بتكون سي اتش 2 او اتش زي ما اتفقنا. الكيتون جروب بيبقى فوقيها رابطة وتحتيها رابطة. الرابطة اللي فوق الهيدروكسي اللي فوق الكيتون جروب لازم تكون هيدروكسي ميثايل. طيب اخر ذرة كربون زي ما اتفقنا لازم تكون سي اتش 2 او اتش. اهو المركب ده اسمه باي هيدروكسي اسيتون. وهنا يجي اول سؤالك يا ريت في امتحان وهيجي لكم في امتحان في نص السنه في بتاع شهر واحد هيقول لك ذا سمولست مونوساكرايد اصغر مونوساكرايد ويحط لك مجموعه من الاختيارات جلوكوز ولا فركتوز ولا جليسرالدهايد ولا فيكتوز. عشان حضرتك تختار مين؟ جليسرالدهايد. يجي لك السؤال بطريقه ثانيه يقول لك ذا سمولست مونوساكرايد اصغر واحد جليسرالدهايد الاختيار الاولاني داي هيدروكسي اسيتون الاختيار الثاني الاختيار الثالث بوسوف زم والاختيار الرابع نونوف زم. عشان تختار بوسوف زم تختار الاثنين صح. طيب النقطه اللي بعدها لما يبقى عندي مونوساكرايد في اربع ذرات كربون هيترسموا ازاي؟ نفس الفكره عشان انتوا اللي هتكملوا البال هنروح رسمين اربع ذرات كربون اثنين ثلاثة أربعة. الديهيد ولا كيتون؟ الديهيد بيبقى كربون رقم كام؟ واحد. رقم واحد. وآخر ذرة كربون هتكون سي اتش 2 اتش. يبقى الاحتمال اللي فاضل إن بقية الذرات ظروفها إيه؟ او اتش ده اسمه إريترو. طب لما نيجي على الكيتون بتاعه أربع ذرات كربون واحد اثنين ثلاثة أربعة. الكيتون بيكون المجموعة رقم كام؟ رقم اثنين اهي. واللي فوقها دايما بيكون سي اتش 2 او اتش هيدروكسي ميثايل. وآخر ذرة كربون هتكون سي اتش 2 او اتش. يفضل عندي آخر ذرة كربون هتكون او اتش او اتش. تمام؟ ده اسمه إريس ريولوز. يبقى إريثروز وإريث ريولوز. طيب لو في خمس ذرات كربون انا هرسم وحضراتكم اللي هتقولوا لي من فوق لتحت ماشي. خمس ذرات كربون مع بعض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. اول واحدة سي اتش او سي اتش او تحتها او اتش او اتش او اتش اللي تحتها او اتش اللي تحتها اتش واخر واحدة اتش 2 سي اتش 2 ده الريبوم. طب لو عملنا الكيتون بتاعه يتعمل ازاي؟ خمس ذرات كربون 2 3 4 5. اول واحده سي اتش 2 او اتش اللي تحتها الكيتون جروب اللي تحتها او اتش او اتش او اتش او اتش او اتش. واخر ذره كربون هيدروكسي ميثايل. الناس ترد معايا لو سمحت. سي اتش 2 او اتش ده اسمه ريبيولوز. ومن هنا نقدر نطلع التعليق او الكومنت بتاعنا رقم اثنين اللي هو ان مقطع اوز ده مميز للالدهيد. اي مونوساكرايد او اغلبيه المونوساكرايد اللي فيهم الدهيد جروب بينتهوا بمقطع اوز إريثروز ريبوز. اما اللي فيهم كيتو جروب بينتهوا بمقطع يولوز إريث ريولوز ورايبيولوز. واحنا حتى الان لنا اثنين كومنت. اول كومنت قلناه ذا سمولست مونوساكرايد مين ومين؟
تاني كومنت قلناه مقطع اوز ده بيميز الالدهيد ومقطع يولوز ده بيميز الكيتون. طيب لما نرسم اللي فيهم ست ذرات كربون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أول واحدة CHO، الباقي كله COH وH وH الناحية التانية، وآخر ذرة كربون خالص لازم تكون CH2OH، ده الجلوكوز سكر سداسي. اما الكيتون بتاعه فست ذرات كربون برضو، اول واحدة CH2OH لانه كيتون، الكربونة رقم اتنين غصب عني لازم تكون هي الكيتون جروب، اخر ذرة كربون لازم تكون CH2OH، والباقي كله ايه؟ OH يمين OH شمال، وده الفركتوز. اخر احتمال عندنا ونبقى خلصنا الجدول بتاعنا، ان انا عندي سبع ذرات كربون، اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، اخر واحدة CH2OH، اول واحدة الديهيد جروب، الباقي كله زي ما احنا متفقين OH يمين OH شمال. الجدول ده انا عامله في المذكرة، محدش مذكرة ساعة تكون موجودة النهاردة، انا كنت معايا هتجهز على اللاب عشان تتقطع، ممكن على الساعة واحدة الظهر تبدوها، تكون موجودة في السنتر هنا في مكتبة الكبير بتاع السنتر، وهحطها برضه في مكتبة سنة اللي هي قدام باب الكلية على طول، وقدام باب الكلية تلاقي في وشك مكتبة سنة، هحطها برضه هناك. ده اللي فيه سكر سباعي ده اسمه هيبتوز، أما اللي فيه سكر سباعي وكيتون هيبقى اسمه هيبتيولوز زي ما اتفقنا، مطبقين القاعدة عليه. هيبتيولوز هيترسم ازاي؟ سبع ذرات كربون، أول واحدة CH2OH، المجموعة الثانية غصب عني لازم تكون كيتون جروب، وآخر مجموعة CH2OH. الكومنت رقم ثلاثة اللي هنقوله على الجدول ده، لو إن الهيبسوز والهيبتوز يعني السكريات اللي فيها ستة وسبعة ذرات كربون، لو ان الكربونة رقم ثلاثة، نعد مع بعض، واحد اثنين ثلاثة، بتبقى الOH بتاعتنا مش ناحية اليمين، ده بتبقى ناحية الشمال، والH هي اللي ناحية اليمين، تمام؟ يبقى اللي يمشي على الجلوكوز يمشي على الفركتوز سكر سداسي، الكربونه الثالثه اهي واحد اثنين ثلاثه، بدل ما الOH ناحيه اليمين هتبقى ناحيه الشمال، والH هي اللي ناحيه اليمين. نفس القاعده اللي طبقناها على السكريات السداسيه هتتطبق على الهيبتوز ان فيها سبع ذرات كربون، الOH بتاعت الكربونه الثالثه مش ناحيه اليمين ده ناحيه الشمال. وادي القاعدة رقم ثلاثة، ان الOH بتاعة الكربونة التالتة بتبقى قاد ذا ليفت سايد على الناحية الليفت، بس الكلام ده فين؟ في الهيكسوز والهيبتوز، في السكريات السداسية والسكريات السبعية. يبقى لما اجي اقول لحد فيه ارسم لي الجلوكوز، انت حافظ ان الجلوكوز ده فيه ست ذرات كربون، وحافظ ان هو الدهين، اوتوماتيك من نفسك هتروح رصاص بست ذرات كربون، الدهين يبقى سي اتش او اول واحد، واخر مجموعه غصب عني سي اتش 2 اتش، وكله او اتش يمين و اتش شمال، بس خلي بالك ان الجلوكوز سكر سداسي يعني هيكسوز، تيجي من نفسك عند الكربونه الثالثه وتخلي الاو اتش مش ناحيه اليمين تخليها لي ناحيه الشمال، اتفقنا؟ فاضل اخر كومنت لينا على الجدول ونبقى كده خلصنا الجدول ده، وبعد كده اسال حضراتكم فيه بقى. الرايبوز او البنتوز اللي هي السكريات الخماسيه والسكريات السداسيه، لقوا ان ليهم حاجه اسمها ايزومر، والايزومرز ده درس ان شاء الله هناخده الحصه اللي جايه،
اللي هو النظائر. بس عشان تبقوا فاهمين الجدول وعشان نبقى خلصنا كل الفورمولات بتاع المونوساكرايد هنقول نبذه عنه النهارده. يعني ايه نظائر؟ يعني ايه فلان نظير فلان او شبيه فلان؟ يعني بينهم حاجات مشتركه، الاثنين شبه بعض. قال لحضرتك بص كده، مش ده الريبوز؟ لو احنا جينا رسمنا الريبوز ادي 2 3 4 5، الريبوز زي ما هو سكر خماسي الدهيد وبقية الذرات زي ما احنا متفقين او اتش و اتش. قال لك هو ده الريبوز صح؟ في مركب شبه الريبوز بالظبط نفس القصه وخمس ذرات كربون والدهيد، بس بدل ما الاو اتش بتاعه الكربون رقم 2 ناحيه اليمين طلعت ناحيه الشمال. الشمال يبقى شبهه ولا مش شبهه؟ بس هو مش هو، يعني اقدر اقول عليه النظير بتاعه او الشبيه بتاعه بالظبط. اهو ده بيسموه ارابينوز. يبقى الارابينوز ده هو الريبوز بس الاو اتش بتاعه الكربونه الثانيه ناحيه الشمال. واحد ثاني هو الريبوز بالظبط 2 3 4 5. كله ناحية اليمين والاتش ناحية الشمال. لو واحد تاني شبههم بس بدل ما الكربونة التانية هي اللي ناحية الشمال لقينا الكربونة كام؟ التالتة. قال لك ده اسمه زايلوز. الاكس هنا بتتنطق زد. زايلوز ماشي؟ آخر احتمال عندنا ان تبقى الثانيه والثالثه الاثنين ناحيه الشمال. 2 3 4 5 تبقى الاو اتش بتاعه الكربونه الثانيه والثالثه الاثنين ناحيه الشمال، ده اسمه لايزوز. يبقى عندنا زايلوز الاكس الاول وعندنا لايزوز ال هي الاول. اتفقنا؟ دول كده بنسميهم ايزومرز او نظائر. المركبات دي كلها هنذكرها طول ما احنا شغالين في الشفتر. في منها اوقات هنذكرها هتلاقي الفورمولات بتاعتها موجوده، ممكن تبص عليها في نفسك تاني. وفي اوقات تانيه هنذكرها اسامي بس، مش عارف دي ايه، وانا مش عايز اجي ساعات اقول لك ده سكر خماسي وانت تاخد المعلومه وتسكت. انا ده السيستم اللي بيريحني في الشرح وفي الشغل من على طول. خلاص؟ حتى لو الكلام ده مش هيجي لك في الامتحان صريح، يقول لك ارسم لي بنتوز او ارسم لي زيلوز او ارسم لي الكلام ده، بس هي حصه هتاخدها وهتحفظها مش بمزاجك، بمزاجك خلاص؟ طيب احنا عرفنا ان عند السكريات الخماسيه اربع انواع هم والاربعه شبه بعض، بنسميهم ايزومرز او نظائر، يعني اشباه. الريبوز وعرفنا تركيبه. لو الاو اتش بتاعت الكربونه الثانيه اتبدلت بس من مكانها بقى اسمه ارابينوز. اما لو الاو اتش بتاعت الثالثه هي اللي اتبدلت من مكانها بقى اسمه زايلوز. لو الثانيه والثالثه بقى اسمه لايزوز. اخر احتمال عندنا اللي هو الجلوكوز. الجلوكوز هو كمان له نظائر او له ايزومر. الايزومر بتاعت الجلوكوز ايه؟ لما اجي ارسمه ادي 1 2 3 4 5 6 كل الذرات الاو اتش بتاعتها ناحيه اليمين ما عدا مين؟ ما عدا الكربونه الثالثه، لان احنا متفقين ان الهكسوز والهيبتوز الاو اتش بتاعتهم ناحيه الشمال بتاع الكربونه رقم 3. ده كده الجلوكوز. طب دكتور ده ايه؟ النقطه اللي قبلها اللي هي دي النظائر اللي هي الفودي، احنا اتكلمنا على الالدهايد. طب ما اتكلمناش على الكيتون، ولا الكيتون ملوش نظائر؟ الجلوكوز النظير الثاني بتاعه او الايزومر الثاني اللي موجود عندنا اللي هو الكربونه رقم 2، بدل ما الاو اتش ناحيه اليمين هنخليها ناحيه الشمال كده. ده كده بقى اسمه منو.
اخر حاجه عندنا ونبقى خلصنا الجدول ان ممكن الكربوهيدرات 2 3 4 5 6 والويتش بتاعت الكربونه الثالثه ناحيه الشمال يبقى معاها كمان الويتش بتاعت الكربونه الرابعه ده ساعتها بنسميه جلبي. ركزوا معايا عشان اسال حضراتكم في الجدول دلوقتي هنحفظه احنا مع بعض واحنا عاملين جدول احنا رسمناه اتكلمنا عن كل انواع المونوساكرايد اللي موجوده عرفنا ان المونوساكرايد قد تكون فيها ثلاث ذرات كربون فهنسميها رايبوز قد يكون فيها اربعه فنسميها قد تكون خمسه سته وسبعه اخر حاجه ممكن يكون فيها الديهيد جروب وممكن يكون فيها كيتو جروب لما يبقى الديهيد بنرسم ازاي هتروح راسم عدد ذرات الكربون اللي انت عايزه وليكن انا عايز ارسم سكر خماسي هروح راسم خمس ذرات كربون اول مجموعه لازم تكون هي الالدهيد جروب واخر مجموعه لازم تكون هيدروكسيميثايل طب والباقي ذرات كربون متشبعه ب OH ناحيه اليمين و OH ناحيه الشمال طب لو كيتون وعايز خمس ذرات كربون ارص الخمس ذرات كربون الكيتون جروب بيكون الكربون رقم 2 فوقها لازم يكون مجموعة اسمها هيدروكسيميثايل CH2OH واخر مجموعة لازم تكون هيدروكسيميثايل وذرات الكربون اللي هتفضل تبقى CH يمين و H شمال. في كذا كومنت طلعناهم على الجدول. أول كومنت طلعناه قلنا إن ذا سمولست مونوساكرايد ذا آر مين ومين؟ جلسترالدهايد وداي هيدروكسي أسيتون. خلاص؟ الكومنت رقم 2 قلنا ان مقطع اوز ده اريثروز ارابينوز لايزوز منوز ده بيميز الالدهيد اما المقطع يولوز هيبتيولوز رايبيولوز اريثريولوز ده بيميز المجاميع اللي فيها كيتون جروب النقطه رقم 3 والكومنت الثالث قلنا ان الهكسوز والهيبتوز لما نيجي نرسمهم السكريات السداسيه والسباعيه هنيجي على الكربونه رقم 3 ونخلي الـ OH بدل ما هي يمين هنخليها ناحية شمال الشمال اتفقنا؟ آخر حاجة عندنا قلنا إن في عندنا مجموعة من الأيزومرز أو النظاير. إيه الأيزومرز أو النظاير؟ قلت إن المركب ممكن يبقى له الشبيه أو النظير بتاعه وضربنا كذا مثال في السكريات الخماسية والسداسية. الريبوز ده سكر خماسي. لو الـ OH بتاع الكربونة التانية بقت ناحية الشمال ما بقاش اسمه ريبوز ده اسمه ارابينوز لو الويتش بتاع الثالثه هي اللي بقت ناحيه الشمال ده اسمه زايلوز لو الثانيه والثالثه بقوا ناحيه الشمال ده اسمه لايزوز قول لي كده اسميهم ثاني ارابينوز زايلوز زايلوز ولايزوز اما السكريات السداسيه فاشهر مثال عندنا اللي هات جلوكوز كل الـ OH بتاعته ناحية اليمين فيما عدا الكربون رقم 3 وده الطبيعي ده النورمال لو الـ OH بتاع الكربونة الثانية بقى هي كمان جنب الثالثة بقت ناحية الشمال ما بقاش جلوكوز ده بقى اسمه مانوز ولو الـ OH بتاع الكربونة الرابعة هي اللي بقت ناحية الشمال بقى اسمه جلاكتوز خلاص؟ في صفين أنا ما كنتش سألتهم ولا مين بقى الصفين؟ أنتوا صح؟ طيب بس اوكي الجدول بتاعنا ده احنا بنقسمهم على حسب عدد ذرات الكربون صح المونوساكرايد اللي فيه ثلاث ذرات كربون كان اسمه ترايوز واربعة وخمسة بنتوز وستة هيكسوز وسبعة هيكسوز كويس طيب ذا سمولست مونوساكرايد كانوا اتنين مين ومين؟ جليسرالدهايد وهيدروكسي جليسرالدهايد وهيدروكسي اكسيد برافو عليك احنا استثنينا قاعده في الهيكسوز والهيكسوز القاعده كانت بتقول ايه؟ ان الهيكسوز بتقول ان الذره بتاعتها تبقى ال او اتش تبقى ناحيه الشمال وال تبقى ال او اتش ناحيه الشمال تمام كربون رقم ثلاثة رقم ثلاثة وطلعنا كمان قلنا ان في عندي حاجه اسمها ايزومرز وايزومرز يعني نظائر طيب الرايبوز كان له كذا شبيه اختار واحد وقول لي شبهه فين
طيب بعد ما شرحنا الجدول، الجدول ده موجود عندكم نص، انا مقسم الفصل كله ولا مقسم جزء منه في التابل ماشي، راح نزل تحت منه كده وكاتب البيولوجيكال امبورتانس اوف مونوساكرايد. ايه هي اهميه بعض المونوساكرايد؟ مين في دول في الحصه اللي احنا كتبناها دي عايزين نعرف الاهميه بتاعته؟ الريبوز هنتكلم عنه، الجلوكوز عايزين نعرف اهميته، المانيول والجلاكتو والفركتوز كمان. دي الحاجات اللي احنا عايزين نعرف ايه هي الامبورتنس بتاعتها جوه الجسم البشري، او احنا ممكن نستخدمها في ايه اصلا. ركز معايا، اول حاجه بالنسبه لسكر الريبوز، حضراتكم عارفين احنا بنستخدمه في تصنيع الار ان اي، تمام؟ الريبوز هو السكر بتاع الار ان اي. ار ان اي اختصار ايه؟ برافو عليك، ريبو نيوكليك اسيد، تمام؟ ريبو نسبه للريبوز. طب لو الريبوز جينا على الكربونه الثانيه دي وشلنا منها اكسجين بقى اسمه ايه بقى الريبوز؟ بقى اسمه الريبوز اللي شلنا منه اكسجين دي، يعني ديليت يعني بنشيل اوكسي يعني اكسجين ريبو، يبقى اسمه دي اوكسي ريبو، الريبوز اللي شلنا منه اكسجين. طب الدي اوكسي ريبوز كان بيخش في تصنيع دي ان ايه اللي هو اختصار دي اوكسي ريبو نيوكليك اسيد، خلاص؟ يبقى الريبوز بيخش في تصنيع الار ان اي، اما الدي اوكسي ريبوز فبيخش في تصنيع الدي ان اي. بسمع عشان بطل تسمعوه. الجلوكوز ده انت اصلا كل ما بنتكلم عن سكر، كل ما نتكلم عن كربوهيدرات، كل ما نقول بطاطس ورز على طول دماغنا بتروح ناحيه الجلوكوز، لان هو ده السكر اللي جسمنا بيتغذى عليه، وللخلايا بتعتمد عليه في الطاقه بتاعتها، وان لما بيزيد عن حاجه الجسم بيترميه، ده بيروح مخزنه في الليفر او الكبد في صوره جلايكوجين. فالجلوكوز الامبورتنس بتاعته هو الشوجر اوف ذا بلاد، هو ده السكر اللي موجود عندنا في الدم، خلاص. طب المنوز، المنوز ده قول لحضراتكم ان هو بيخش في الاستراكشر، يعني تركيب الجلايكو بروتين. ايه جلايكو بروتين؟ من اسمها جلايكو يعني كربوهيدرات، بروتين يعني بروتين. في مركبات جوه الجسم بتبقى كومباينيشن ما بين الاثنين، عباره عن كربوهيدرات ناسج في بروتين. ايه بقى المركبات دي؟ هناخدها وهناخد امثلتها ونعرف تفاصيلها في اخر حصه في فصل الكربوهيدرات ان شاء الله، تمام؟ انا عايز اعرف ان الجلايكوبروتينز دي لما جم يبصوا على تركيبها لقوا ان معظم الكربوهيدرات بتاعها بيكون عباره عن ايه؟ عن منوز، تمام؟ طب الجلاكتوز، الجلاكتوز ده مهم في حاجه، ان الماماري جلاند، ايه الماماري جلاند؟ الغدد الثدييه، غدد الصدر البريست الثدي، بتستخدمه علشان تمسكه مع جلوكوز فتديني حاجة اسمها لاكتوز، واللاكتوز ده هو سكر اللبن. يبقى الجلاكتوز هو أساس تصنيع الملك،
لبن بيتصنع في الغدد الثدييه اللي هي الماماري جلاند عن طريق الجلاكتوز. ده هو ده الاساس بتاعه. الماماري جلاند بتستخدم الجلاكتوز مع الجلوكوز تتحد الاثنين مع بعض عشان تكون حاجه اسمها لاكتوز، واللاكتوز ده هو الشوجر اوف ميل، هو ده سكر اللبن. فانا في حاجه نسيناها، في الفركتوز. الفركتوز ده هو الشوجر اوف سيم، سيمن اللي هو السائل المنوي، الحيوانات المنويه. الحيوانات المنويه بتتغذى على الفركتوز، ما بتتغذاش على الجلوكوز، ودي هناخد تفاصيلها في سنه ثانيه. بس معلومات ليكوا، الفركتوز لزوجته اقل من لزوجه الجلوكوز، زائد ان الميتابوليزم بتاعه حرقه اسهل من حرق الجلوكوز، علشان كده ربنا مخلي الحيوانات المنويه بتتغذى على الفركتوز ده، لان لزوجته اقل، فبالتالي الحيوانات المنويه هتقدر تتحرك فيه بسهوله، لان لو لزوجته كانت عاليه ده ممكن يكون اصلا سبب من اسباب تاخر الانجاب، من سبب العق ان في لزوجه عاليه في السائل المنوي فبتعوق حركه الحيوانات المنويه. تمام. من ناحيه ثانيه الميتابوليزم بتاعه سهل، نسبته كله على بعضه قد ايه اصلا، فلازم ربنا يحط له حاجه تكون سهله الميتابوليزم، يعرف يحرقها، يعرف ياخد منها الانرجي بتاعها. فالفركتوز هو الشوجر اوف سين، هو السكر بتاع السائل المنوي او اللي بيتغذى عليه الحيوانات المنويه. هقولهم بسرعه عشان حضراتكم هتسمعوهم. في كذا حاجه قلنا عليهم بيولوجيكال امبورتانس اوف مونوساكرايد، دي امثله المونوساكرايد، سكريات احاديه، وادي الامبورتانس بتاعتها. اول واحد عندنا كان الريبوز، قلنا عليه ده السكر بتاع الريبونيوكليك اسيد اللي هو الار ان ايه. تاني واحد عندنا اللي هو الريبوز اللي شلنا منه اكسجين فسميناه دي اوكسي ريبوز، وده السكر بتاع دي ان ايه. الجلوكوز هو اهم واحد، فهو ده الشوجر اوف ذا بلاد، ده السكر اللي موجود في الدم. المنلوز بيخش في تصنيع الجلايكو بروتين. الجلاكتوز ده مهم في الماماري جلاند، ماماري جلاند علشان بتنسقه مع الجلوكوز فتكون اللاكتوز اللي هو الشوجر اوف ميلك اللي هو سكر اللبن. اخر حاجه الفركتوز هو الشوجر اوف سيمن، هو السكر بتاع السائل المنوي اللي ما كانش جواب بقى. يقول لنا كده الجلوكوز ده بتاع الجلوكوز شوجر في بلاد، والفركتوز شوجر في سيمن، والجلاكتوز جلاكتوز ده امبورتانس فور مينر جلاند، بتنسقه مع الجلوكوز عشان تصنع اللاكتوز، اللاكتوز اللي بيصنع شوجر في مينر. تمام. والرايبوز الرايبوز اللي هو مهم في صنع الار ان ايه اللي هو رايبو، والديوكسي رايبوز الدي ان ايه. هذه واحده بقى من النص من نص جينات اسمك ايه؟ عمرو. اول واحد نعرف اسمه. طيب اسكت يا عمرو، اسكت. عرفت اسمك يا عمرو، اسكت بقى كده. احنا عرفنا مع بعض كل المونوساكرايد. بس اللي جاي في تسميعي انا لسه هشرح، القصه اللي جايه في تسميعي وانا بعدي على حضراتكم كده، كل واحد يكون محضر لي ورقه فاتحها قدام منه عشان هسال سؤال الحصه، وبعد ما اساله السؤال هقول له ارسم لي ده. خلاص؟ اتفقنا؟ يقع على عيني يا كلامه. اللي بيذكر من كتاب الاسم في غلطه ساعات في الجدول ده، الهيكسوز تقريبا تكبيره التوز، مش قادرين الهيكسوز والتوز مكان بعض. ماشي، الهيكسوز اللي هو السكر الشداسي حاطينه مكان التوز. وفي حاجه متربطه في الجدول في الكتاب، في حاجه مش قالبها يعني، والرايبوز مكتوب بالدي، دايبوز تاخد دايبوز فين ده؟ دايبوز فين يا عم رايبوز؟
ريبوز ريبوز لا مو مش أصغر ريبوز أصغر. أول درس كيمياء بقى لكم اللي هو السايكليك فور الشكل الحركي للكربوهيدرات. كل ايه في الورق، كل ايه في الكتب، قفل 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 خالص، حد يشتري معايا فوق عشان مش في الدروس التدريب عشان نفهم الدنيا ماسك ايه، عشان في حاجات اسمها خلاص تيجي معانا كده ونفهم مع بعض حسب المصدر. بس النهارده فيها حلقات مفقوده كتير، هتلاقيها موجوده ومش مشروحه اصلا في الكتاب، فتحس ان الموضوع ناقص، في حاجه ناقص. احنا عمالين نرسم الكربوهيدرات بشكل معين، فجاه بقى بياخد شكل حلقي. الشكل الحلقي ده جه منين؟ ايه قصته وايه حكايته؟ نفهم مع بعض. الدرس بتاعنا اللي هو السايكل فور، او اللي ممكن يقولوا عليه الرينج فور، يعني الشكل الحلقي للكربوهيدرات او للمونوساكرايد. وقتما بتاعت الموضوع قال والله احنا اي مونوساكرايد عندنا لقينا ان له شكلين، ممكن يكون تشين فورم، تشين يعني سلسله، شكل سلسله اللي احنا بنرسمه الشكل العادي اللي احنا بقالنا ساعه بنرسم فيه ده، ممكن يكون شكل تاني اللي هو الرينج او السايكليك فورم، شكل حلقي. في مقدمه الكلام برضو قال والله الشكل الحلقي ده ممكن يكون في صورة حلقة سداسية بيسموها بيورانوز، حلقة سداسية كده، يعني الكربوهيدرات ياخد الشكل ده، وممكن ياخد شكل خماسي فنسميه فيورانوز يبقى بالمنظر ده. قال هو ده السايكل، يبقى السايكل فورم او رينج فورم هو ان الكربوهيدرات هيتحط في شكل حلقة. شكل الحلقة ده ايه يا باشا؟ قال والله الشكل الحلقي ده حاجه من اتنين، يا يطلع شكل سداسي يا يطلع شكل خماسي، ولو شكل سداسي هنسميه يورانوس، ولو خماسي هنسميه يورانوس. جه منين؟ الجزء اللي مش موجود في الكتاب هو الجزء اللي انا هشرحه. الكلام ده او التشين فورم ده، لو انت خدت الجلوكوز وهو ناشف، خدت السكر من هذا البيت تمام؟ وطلعته وبصينا عليه تحت الميكروسكوب هتلاقي الجلوكوز شكله كده. لكن لو خدت السكر وحطيته في شويه ميه قلبته، السكر لما هيتحط في ميه في الاقوى سوليوشن اي حاجه فيها ميه هيتحول للشكل الحلقي. ازاي؟ نبص مع بعض بقى ونركز في المثالين بتوعنا. اشهر مثالين عندنا اللي هم الجلوكوز ومين؟ واخوه الفركتوز. ادي الجلوكوز. نمسح الكلام ده بقى كده. ونقول الجلوكوز كان الديهيد ولا كيتون؟ الديهيد. كم ذره كربون الجلوكوز؟ 6 3 4 5 6 اخر واحده هيدروكسيد صوديوم، والباقي كله ما عدا الثالثه. واتش واتش ما عدا الثالثه. الثالثه اتجاهها ناحيه الشمال. الشمال كويس قوي. ده كده الجلوكوز، ده كده الجلوكوز قبل ما يتحط في الميه. بعد ما حطينا الجلوكوز في الميه HOH اللي هي الميه او H2O، يعني H2O ميه، ايه اللي هيحصل؟ نرسمه تاني. بصوا كده، الميه لما هتخش على المركب ده، نصحى مع بعض، هتكسر الرابطه دي،
الكربونة كانت ماسكة في الأكسجين كم ربطة؟ لما تحط الجلوكوز في المية اسمع معايا ربطة دي هتتكسر. فلما الربطة اتكسر الأكسجين بقت عايزة ربطة صح؟ والكربونة هي كمان عايزة. مين اللي يحل المشكلة دي؟ المية. هتيجي اتش من المية تروح تقف جنب الكربون. شبعتها ولا لا؟ فاضل مين من المية؟ اوتش. تروح تيجي تقف جنب الكربون. كده الكربون استقرت ولا لا؟ استقرت. المركب اصبح ستيب. يرجع تاني المركب وهو في المحلول يرجع تاني يفقد مية. يعني بعد ما خد مية وتحول للشكل ده هيرجع تاني يفقد مية. نشوف هيفقد المية ازاي المرات. نرسمهم كده مع بعض. C و H و H H بعد التانية التالتة الرابعة الخامسة وادي اخر واحدة C H 2 H. ركزوا معايا كده. فين المية بقى؟ ما اللي هتطلع المرة دي برضو هتطلع في صورة H و H. فين بقى ال H وفين ال H؟ بصوا معايا كده. دي الكربونة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ال H اللي هتطلع بتاعت الكربونة رقم واحد. خدنا H وخدنا OH بتاعت الكربونة رقم خمسة. أنا كده خدت H من هنا وOH من هنا وكونت مية. لما خدت ال H بقت الأكسجين عايزة ربط، ولما خدت ال OH بقت الكربونة دي عايزة يمسكوا مع بعض تاني. دي كانت OH ودي OH. طلعنا مية من المحلول. المية طلعت فين؟ أهي H من الكربونة دي و OH من الكربونة دي. شلت ال H من جنب الأكسجين بقت الأكسجين عايزة ربط، وشلت ال OH من جنب الكربونة بقت الكربونة عايزة ربطة. مسك الاثنين ببعض عشان يبقى الشكل مقبول شوية. هنزحزح الأكسجين دي حبة ونخليها في نص الرسم هنا كده. اهو ده الشكل الحركي، هو ده السايكل فور. بعد ما كانت تشين فور اتحول الى سايكل فور. اتفقنا؟ طيب السايكل الفورم ده هي قصه سداسي وخماسي اقولها بعد دقيقتين اتنين. بس قبل ما اخش في قصه سداسي وقصه خماسي، الشكل بالمنظر اللي قدامي ده لان ان ذره الكربون رقم واحد بعد ما كانت الالدهيد هناك بقى حوالين منها المره دي ايه؟ OH OH. قالوا والله بقى احنا عندنا احتمالين لقيناهم لما حطينا الجلوكوز في المايه. اول احتمال اللي هو قدامي ده ان ال OH اتجاهها ناحيه اليمين وال H اتجاهها ناحيه الشمال. خلاص ممكن لما تيجي تحط الجلوكوز في المايه والوحده من غير ما انت تتدخل يتكون برضو شكل حلقه، بس بدل ما ال OH تبقى ناحيه اليمين وركب اهو زي ما هو، لا ده احنا لقينا ال OH ممكن تتكون ناحية الشمال وال H تبقى هي لناحية اليمين. هل عشان نفرق الاثنين من بعض؟ ده برضو نوع من انواع الايزومرز النظائر صح؟ قال خلاص هنسمي ده الفا جلوكوز، وهنسمي لل OH بتاعته ناحية الشمال بيتا جلوكوز. طب الاثنين دول هنسميهم ايه؟ قال لك لان الايزومرز او النظائر انواعها كتير هناخدهم الحصه اللي جايه، فهنسمي دول انومرز. يعني ايه انومرز؟ انومرز يعني ايزو يعني نظري، بس على مستوى انهي ذره الكربون؟ الاولى اللي هي كانت في الاصل الالدهيد. لو ال OH ناحيه اليمين هقول عليه الفا جلوكوز، لو ال OH ناحيه الشمال هقول عليه بيتا. فانا طيب
الكلام اللي طبقناه فوق على الجلوكوز او على الالدهيد عايزين هو هو نطبقه المره دي بس على الفركتوز بقى كافيتون. نبص كده مع بعض. الفركتوز رمزه CH2OH سكر ثلاثي وكيتون. الكربونه رقم 2 هي اللي فيها الكيتون جروب. الثالثه الاوتش بتاعتها ناحيه الشمال. الشمال أربعة عادية مفيش فيها حاجة، وخمسة عادية مفيش فيها حاجة، وستة آخر حاجة هيدروكسي ميثايل جروب. المركب ده أول ما هنحطه في المية هيدخل عليه زي ما اتفقنا H O H صح؟ طيب ال H O H هيعمل إيه؟ هنروح جايين اسمين نفس المركب علشان نعرف الخطوات. لما هندخل عليه ميه دي بقى الكربون رقم واحد، والاكتف جروب بتاعتنا اللي هي كيتون جروب رقم كام؟ رقم 2. الميه دايما لما بتدخل يا دكاتره بتدخل على الاكتف جروب، زي ما دخلت هنا على الالدهيد هتخش هنا على مين؟ على كيتون جروب. نفس الفكره بالظبط، هنروح كاسرين الرابطه دي، بقت الاكسجين عايزه رابطه والكربون عايزه رابطه، تروح الميه مكسوره H و OH، ال H تيجي تقف جنب الاكسجين كده استقرت؟ استقرت. والـ OH تيجي تقف جنب الكربونة عشان الكربونة هي كمان تستقر. كسرنا الرابطة اللي ما بين الأكسجين والكربونة، بقت الأكسجين عايزة رابطة والكربونة عايزة، ادينا الـ H للأكسجين وادينا الـ OH للكربونة علشان تستقر. نفس تكملة الخطوات هنيجي بعد كده نروح مطلعين مية. مية يعني HO H. فين المية اللي هنطلعها؟ فين الميه اللي هنطلعها؟ نفس القصه بالظبط، ادي الكربونه واحد، ادي الكربونه اثنين، ادي الكربونه ثلاثه، فين الميه اللي هتطلع؟ هناخد H من هنا مع OH من الكربونه رقم خمسه اللي هي قبل الاخير. شلت ال H من الاكسجين بقت عايزه رابطه، شلت ال OH من الكربونه بقت عايزه رابطه، ونروح موصلين الاثنين مع بعض، وزي ما قلت هنحرك الاكسجين نحطها هنا بالمنظر ده كده. ده كده برضه الفركتوز. بعد ما تحط في الاقوى سوليوشن، يعني بعد ما تحط في محلول ميه وتطلع عندي نفس النتيجه، ان هلاقي الكربونه رقم 2 حواليها او اتش في ناحيه وسي اتش 2 او اتش في ناحيه ثانيه. والله لو كانت الاو اتش اتجاهها ناحيه اليمين هقول على المركب ده الفا فركتوز، ولو كانت الـ OH اتجاهها ناحية الشمال يبقى الـ OH لو ناحية الرايت يبقى الفا، لو ناحية الليفت هقول عليه بيتا فركتوز. يبقى ده انومر ده، والالفا والبيتا فركتوز انومرز لبعض، وانومرز زي ما اتفقنا يعني ايزومرز او نظاير متفقين في كل حاجة بس مختلفين في توزيع او الديستريبيوشن اوف OH حوالين الفيرست كربون في الالدهيد والسكند كربون فين؟ في الكيتون. اللي هو بدل ما يقول لك الفيرست كربون والسكند كربون سموهم ايه بقى؟ سموهم انوميريك كربون اتوم. ايه هي الانوميريك كربون اتوم من اسمها؟ انوميريك يعني هي اللي مسؤولة عن تكوين الأنومر. هي دي هي دي الكربونة اللي لأن حوالين منها حصل اختلاف، الويتش بقت ناحية اليمين قلت ألفا، الويتش بقت ناحية الشمال قلت بيتا، فسموا الكربونة الأولى في الألدهيد أو الكربونة الثانية في الكيتون أنوميريك كربون. لما نيجي نبص على تعريف الأنوميريك كربون في الكتاب أو في الورق هتلاقي التعريف مكتوب كالتالي. الأنوميريك كربون It is the first carbon.
ان ار دي اي اور ا سكند كاربون ان دوت صح. بس لما نيجي نبص لبين التعريف هنلاقي دي بدات تعك مننا. فيرست كاربون اوف الديهيد اوكتين، سكند كاربون اوف كيتون زي ما اتفقنا ماشي. ويتش بيكام بص كده اللي اصبح اسيمتريك افتر رينج فورميشن، يعني بعد ما تكون الشكل الحلقي ده بيكام اسيمتريك، يعني اصبحت اسيمتريك. سيمتريك يعني متماسك، أداة نفي بقى سيمتريك يعني غير متماسك. يعني هي الفيرست كاربون اوف الديهيد او السكند كاربون اوف كيتون اللي اصبحت اسيمتريك بعد ما تكون الشكل الحلقي ده. يعني معنى كده ان هي لما تبقى المنظر ده كانت سيمتريك. طب هو يعني ايه اسيمتريك؟ قلنا اسيمتريك يعني غير متماسك. يعني ايه غير متماسك؟ دي ذرة الكربون بتتشبع بكام ربطة زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت؟ أربعة. لما اقول لك ادي H وادي OH وادي CH3 وادي NH2، هل المجموعة دي زي دي زي دي زي دي؟ قلنا أربعة مجاميع مختلفة، يعني أربعة غير متماثلين، يعني اسيمتريك. ساعتها اسمي ذرة الكربون دي اسيمتريك كربون أتم. طب ايه رأيكم لو بقت كده H و H و CH3 و NH2، هل أربعة مختلفين؟ ولا في اصبح اتنين شبه بعض؟ ما ينفعش تقول عليها ده اسيمتريك، دي اصبحت سيمتري متماثله لان فيها مجموعتين اتنين شبه بعض. طب بص لي كده لو بقت بالمنظر ده كده، دي كده اسيمتريك ولا سيمتريك؟ اسيمتريك. لا سيمتريك، لان الربطتين دول يعتبروا شبه بعض. شرط ان انت تقول على ذره الكربون دي اسيمتريك ان الاربعه يكونوا مختلفين عن بعض، انما دي ودي بنعتبرهم حاجه واحده، دي شبه دي. يبقى عشان اقول ان ذره الكربون اسيمتريك لازم تكون ماسكه في كام مجموعه؟ اربعه زي كده. واتش واتش دي غير دي غير دي غير دي اقول عليها اسيمتريك. طب نشوف الكلام ده صح ولا لا. يبقى خلصنا حصتنا. احنا قلنا الانوميريك كربون هي الفيرست كربون اوف الديهيد او السكند كربون اوف كيتون ويتش بيكام اسيمتريك، اتحولت لاسيمتريك افتر رينج فورميشن بعد ما تكون الشكل الحلقي. بص كده، هل دي زي دي زي اللي تحت دي زي الرابطه دي ولا اربعه مختلفين؟ يعني اسيمتري صح. طب نشوفها قبل كده، السي اهي ماسكه فوق في ايه وماسكه في مين؟ رابطتين اتنين اهم شبه بعض، يعني كانت سيمتريك ولا اسيمتري؟ يبقى الكلام ده صح. يبقى تعريف الانوميريك كربون اللي هي الذره اللي احنا حددنا بناء عليها الانوميرز هي الفيرست كربون اوف الديهيد او السكند كربون اوف كيتون زاد بيكم اسيمتريك لما اتحطت في الاكوا سوليوشن وكونت الرينج فورميشن. تمام. بصوا يا جماعه، احنا خدنا الجدول بتاع المونوساكرايدز، خدنا الامبورتنس بتاعه المونوساكرايد السايكليك فورم، اي حاجه فيها شكل خماسي او سداسي ما تخصش فيها. لقيت مكتوب كلمه يوران او فيوران، خمس ذرات كربون ست ذرات كربون ما تخصش فيها، لسه ما خدناش. خلاص ده هنبدا بيه الحصه اللي جايه ان شاء الله. احنا خدنا الشكل الحركي، خدنا الانومرز، خدنا الانوميريك كاربس، اتفقنا؟ خلاص الكلام ده ترسموه، الكلام ده اللي مش موجود لا في الكتاب ولا في المذكره ومش هتفهم الحصه ولا حاجه.